قدمت من بعيد لألقاك، فعليك أن تنتظر. عندي لك سؤال واحد، لماذا ثابرت كل هذه المدة؟ أكنت تأمل طردنا من ليبيا بالقليل الذي لديك؟ حاربناكم، ذلك يكفي. ولكن ألم يهمك دمار بلادك؟ أنتم الذين تدمرون بلدي، ماذا تفعل لو أن أحدا احتل أرضك؟ هل خطر لك أبدا كيف كانت هجماتكم تبدو لنا؟ كمين، قتل في الليل، وخداع في النهار، وتهديد للمزارعين. يزرعون أرضنا. ليبيا ليست بلدكم ولا حق لكم فيها، ولا في مرعى بقرة، لا حق لكم مطلقا. لإيطاليا الحق هنا كأي دولة أخرى. إنجلترا لها الحق في مصر، وفرنسا في تونس والجزائر، وإسبانيا في المغرب، وليس لهم حق تاريخي. لنا حق هنا يعود إلى مئات السنين. قريبا ستجردني من كل شيء وتريدني أن أبرر سرقاتكم؟ لا حق لأمة في احتلال أمة أخرى. لقد عدنا إلى هنا، هذا هو الواقع. انظر إلى هذه العملة، إنها من نقود القياصرة، مؤرخة ومسكوكة في ليبيا. ستجد نقودا إغريقية، تركية، فينيقية، في أرجاء ليبيا كلها، مقبورة في رمالنا. لقد فاتني، لك قصير النظر. يوم أتوا بها إلي عرفت أنك وهاقرا قريبا في يدي. نظارتي. نحن الاثنان أسيران لديك. لن أكون تافها. هيك خذها، خذها. إنها تتميز بمرض عريق، ولكن لا تحاول شراء الكثير بها اليوم. أموالكم تماما كأمجادكم ليست خالدة، ولكني أحترم ماضيكم وعليكم احترام ماضينا. نحن أيضا لنا تاريخ وعلوم، رياضيات وطب. في قرون ظلامكم قدنا العالم في المعارف. كم يوما ستحتاج لترتيب استسلام رجالك؟ نحن لن نستسلم، ننتصر او نموت، ولا تظن انها النهاية. سيكون عليكم ان تحاربوا الجيل القادم والاجيال التي تليه، اما انا فان حياتي ستكون اطول من حياة شريقي. لماذا تظن انني ساشنقك؟ ربما كان الأفضل لي أن أمنحك راتبا تقاعديا. إذا شنقتك فقد أجعل منك شهيدا، ولكن يجب أن أجعل منك عبرة. أنت لن تفعل بي إلا ما قدره الله لي. هذه السلاسل مزعجة؟ إنها واقع مزعج. اجلس.
أتدري؟ كنت دائما أؤمل أننا أنا وأنت الخصمان اللدودان معا سنجلس يوم تقع أسيرا لنبحث قيصر. جرال، عمر المختار لن يهبك فتوحات قيصر. طاردتك طويلا، أعني أعرفك وتعرفني. فكرة، ألا نستطيع العمل معا للسلام؟ واليوم هو يوم أعمل عندك. ألا تلتمس حياتك مني؟ ربما أعطيك هكذا. وماذا أعطيك أنا؟ تعاوني؟ لا لا، فات وقت المساومات يا مختار، أنت فات وقتك. أنا لم أطلب منك حياتي. لا تعلن للعالم أني في خلوة هذه الغرفة التمست منك حياتي. لا، لن أقول ذلك، لن أكذب بشأنك. أنت رجل شجاع، وأملي أن تكون شجاعا يوم غد. حبل عدالتكم كان يتدلى دائما أمامي يا جنرال. التقط له الصور، أريد حفظ سجل لأعدائي. اصدر أمرا لرئيس المحكمة بشنطه أمام شعبه.